أنا معايا دكتور جمال جبريل، عضو اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية. مساء الخير دكتور جمال، وأهلا بحضرتك. أهلا، مساء النور يا فندم. اختيار المستشار حاتم بجات، وهل هو أمر قانوني أم غير قانوني كما يقول البعض يا دكتور جمال؟ هو الحقيقة الناس في لبس كده، إن كان في قانون انتخابات الرئاسة نص المادة ظن ستة، المادة السادسة مكرر، بيقول إنه أعضاء اللجنة لا يتولوا مناصب قيادية تنفيذية. الحقيقة المادة دي اللي أنت عارف حضرتك، قانون انتخابات الرئاسة بيعرض على المحكمة الدستورية في رقابة سابقة من سنة 2005. فالمحكمة الدستورية قالت إن المادة دي دستورية واتشالت من الدستور. يعني المادة دي غير دستورية؟ قالت إيه؟ إن المادة دي إيه عفوا؟ قالت ان المادة ستة مكرر مضافة في قانون انتخابات الرئاسة هي مخالفة للاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتم حذف المادة من القانون. دي نمرة واحد. اذا مفيش مادة بتحظر على اعضاء اللجنة الانتخابات الرئاسية يعني يتولوا مناصب تنفيذية قيادية، ده كان نص، والمحكمة الدستورية قالت انه غير دستوري وتم حذفه من القانون. تمام. نمرة اثنين، المستشار حاتم بجاتو ما كانش عضو في اللجنة، ده المستشار حاتم بجاتو كان أمين عام اللجنة، وهو اختار من رئيس اللجنة اللي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، بيجيب أي من يراه مناسب ويعمله أمين عام اللجنة، أي حد مش يعني ما هوش بحكم منصبه، يعني لم يكن عضوا ضمن أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، حتى لو بقي هذا النص إن المحكمة الدستورية قالت انه غير دستوري وتم الغائه من قانون انتخابات الرئاسه، كان برضه المستشار حاتم بجاتو لا ينطبق عليها هذا النص حتى مع فرض بقاء هذا النص. تمام. طب كويس قوي، يبقى حضرتك اجبت عن هذه الجزئيه الخاصه بمدى قانونيه تعيينه وزيرا، لكن برضه عايز اعرف حضرتك بقى دكتور جمال جبريل، كيف ترى تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشؤون النيابيه والقانونيه؟ يعني انا الحقيقه، يعني انت عاوزين اقيم من الناحيه السياسيه ولا ايه؟ من الناحيه السياسيه. لا خلينا انا كفايه في الناحيه القانونيه، انا قلت لك ان تعيينه سليم جدا من الناحيه. تمام. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا ليك دكتور جمال جبريل.